شكرا على هذا الحضور الذي يؤكد أهمية هذه الجلسة، جلسة هامة، محطة من أهم المحطات في المسار الانتقالي الذي نحن نؤسس له ونضع الخطى خطوة خطوة. نعلم كلنا وأن المسألة اليوم المطروحة والتي تتعلق بانتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انطلقت من الفصل 25 من القانون المنظم للسلطات العمومية، ثم جاء هذا في شهر ديسمبر 2000 في بداية انطلاق أعمال هذا المجلس، ثم جاء القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا للانتخابات في شهر ديسمبر 2012، ثم بعد ذلك بالطبع كما تعلمون انطلقت أشغال لجنة الفرز وعملت من 15 جانفي 2013 إلى 17 جويلية من نفس السنة، يعني 6 أشهر، ب36 جلسة، يعني معدل 5 أو 6 جلسات في كل شهر، ومعدل 5 إلى 6 ساعات في كل جلسة. وبالطبع من جملة هذه الجلسات 6 منها خصصت لدورات متتالية في عملية الفرز، 8 دورات أفرزت 36 شخصية من كل الأصناف المعنية. نرحب باسمكم جميعا بحضورهم اليوم بيننا، وبالطبع هذه الجلسة مخصصة في جزئها الأول إلى الاستماع للمترشحين والمترشحات. انطلاق العملية بلجنة إحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت، وهم السادة والسيدات بسمة جبالي، ضمير المناعي، سي علي الحويجي، سيدة سلمى المبروك، سيد محمود الماي. هذه اللجنة هي لجنة قارة تقوم بإجراءات التصويت والمنادات على السادة النواب عندما نصل إلى هذه المحطة.